عقد جلالة الملك عبد الله الثاني والعاهل الإسباني فيليب السادس اليوم جلسة مباحثات تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وجرى خلال المباحثات التي عقدت في القصر الملكي في مدريد استعراض مختلف القضايا والتحديات الإقليمية، لا سيما خطر الإرهاب وعصاباته المتطرفة، حيث جرى البحث في سبل التعامل مع الإرهاب ضمن منهج شمولي وبما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار العالميين. كما تم بحث مستجدات الأزمة السورية والتأكيد على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل لها. وأكد الزعيمان ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق المستمرين بين قيادتي وحكومتي البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي. وقد أشاد الملك الإسباني بالدور الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني في التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه الشرق الأوسط، إضافة إلى الجهود الكبيرة والمقدرة التي يبذلها الأردن في تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين. وكان جلالته التقى يوم أمس رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي وبحث معه آخر المستجدات الإقليمية والدولية، خصوصا الجهود المبذولة للتعامل مع خطر الإرهاب والتطرف، حيث جرى التأكيد على أن الأردن وإسبانيا يقفان معا في مواجهة هذا الخطر. وفيما يتعلق بالعلاقات بين عمان ومدريد، بحث جلالته مع راخوي مجالات التعاون المشترك وأهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يقدمها الاقتصاد الأردني لرجال الأعمال الإسبان في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبنية التحتية.